اهلا وسهلا بكم مره ثانيه. في هذا الدرس حنبدا نضيف الاعداء تبعونا على هاي اللعبه. فرح نضيف شويه دبابات، ممكن نجيب السفن كمان نحطها يمين وشمال، ممكن نجيب الصواريخ، لكن حنبدا نضيفهم شوي شوي، وحينقسم هذا الدرس لعده دروس. ممتاز جدا. خلينا نبدا على طول، بننزل شوي اللعبه، نفوت على الماركت بليس جوا الايبك جيمز ونكتب هنا VIGILANT. ممتاز. ندور على هاي الكلمة زي ما انا كتبتها. هاي الكلمة هي عبارة عن استوديو، اسمه استوديو فيجلانت. هذا الاستوديو مش عارف حتى اقرأ اسمه كويس، مصمم كثير من الاسلحة والدبابات اللي ممكن نستخدمها في لعبتنا. بعد ما تكتب اسم الاستوديو او تضغط على، اذا لقيت اي واحدة بتضغط على اسمه هون، تيجي بتضغط على انه الفيرجن 5. بهمنا انه بدنا نستخدم اريال انجن 5 هون، فبنشوف الاشياء اللي بتشتغل على انجن 5. ما فيش 5.1 لسه، ان شاء الله بتيجي، بس حاليا 5. طيب بدنا انا احمل هاي الدبابه وهاي الدبابه وكمان هاي. خلينا نشوف، لاحظوا انتم في الان عندنا صفحتين فقط، 23 شغله بنقدر نحملها الان. بعد ما انا كمان بقدر احمل اسوي داونلود لهاي، يعني الان بسوي هاي بس عشان انا لسه ما نزلتهاش اول مره، فبضغط على فري. الان هو راح يبدا يحملها ويدخلها على الداونلود اذا انا طلبتها. ممتاز، صارت الان مسموحة. طب قبل ما اضيفها بدي اعلمك كمان شغلة مهمة. انا مش لازم اسوي كل اشي في جوا المشروع تبعي، يعني بديش الاقي كل الملفات الدبابات موجودة، فممكن انا اسوي مشروع كامل واروح اضيف عليه هاي الدبابات. طيب خلينا نسوي اول اشي مشروع وبنرجع مرة ثانية للدبابات. الان انا بدي اسوي مشروع، بدي اسوي له اسميه اللي هو مشروع المواد اللي انا بدي انزلها بعدين انقلها على لعبتي. ليش؟ لانه كثير ملفات حتصير جوا اللعبه، حتصير مساحه اللعبه مليون، فانا ما بدي الاقي مساحه اللعبه عن جد مثلا 40 جيجا 70 جيجا 100 جيجا. ممتاز. الان هون على طول بختار ثيرد بيرسون بلو برنت كذا كل هذول، وخلينا نسمي هذا جريدد فايلز ام اف مثلا ملفات الهجره. بسوي كرييت الان، حيصنع لي مشروع ححط جواته ملفات وبعدين حنقلها للعبة تبعيتنا. ممتاز، نرجع على الماركت بليس مرة ثانية. ممتاز، هاي اسم الشركة بحطه هون، بضغط انتر. طيب نزل لي هاي، بضغط انتر، برجع مرة ثانية بكبس على النسخة الخامسة حتى بضغط على اسمه هون عشان يطلع لي كل شيء. النسخة الخامسة. ممتاز. الآن خلينا نحمل هاي Add to project، نسميها MF. perfect، هاي Add to project. ممتاز. الآن قاعد بضيف على المشروع، خليني أضيف كمان هاي Add to project MF. ممتاز. في ملفات تانية مش مشكلة، خليني أضيف كمان ونضيف هاي Add to project MF. خلينا نشوف الملفات اللي اضفناها. ممتاز، لانه في ملفات مطبقه بين بين كل هاي الدبابات. الان اضفنا هاي الدبابات كلها، نرجع مره ثانيه ونيجي على الام اف ونشوف. الان هذا هو الملف، هاي الملفات هون، نشوف الدبابات، هاي عندنا الدبابات موجوده هون. خلينا نيجي هون ونحط شويه دبابات. الان نفتح هاي، هاي الدبابه اللي بدنا اياها. ممتاز جدا جدا جدا. طيب الان بعد ما شفنا الدبابه هاي، خلينا نفتحها. بعد ما صارت عندنا الان انا بدي اسوي لها ستاتيك مش لهي الدبابه. بضغط على ميك ستاتيك مش وبدي اسوي، شوف في ملف اسمه مشز صار، ما كانش موجود هو قبل شوي. خلينا نشوف عندنا، ما في ملف اسمه مشز. بضغط على ميك ستاتيك مش، بدي اياه مش. خلص انا بدي اسميها تي 1 تانك 1 اللي هي الدبابه الاولى. ممتاز. الان راح يصير عندي فولدر، خلينا نشوف. ممتاز جدا، صارت عندي دبابه لها ستاتيك مش هون. تمام، هسه بعمل انا سيف لهذا الملف. هيك انا صار عندي اول دبابه. طيب نروح نشوف الدبابه الثانيه، نفتح السكيلتون هذا. ممتاز، ميك ستاتيك مش هون كمان، مش بسميها تي 2 تانك 2 الدبابه الثانيه. ممتاز. وبدي افوت كمان على الاخيره هاي اللي هو هون، اسكيب تبدا سكيلتون، وباجي بضغط على ميك ستاتيك مش، وبضغط كمان هون على المشز، وباجي وبكتب تي 3
save. عندي ثلاثة دبابات موجودين في المشز. واحد اثنين ثلاثة، خليني أعمل save all. هاي صار عندي ثلاث دبابات، لأن هدول ثلاث دبابات بدي أنقلهم على مشروعي اللي هناك. لكن قبل ما أنقلهم بدي أنقل كل الملفات مرة واحدة. بدي أنزل مشروع كامل ثاني. الآن في عنا مشروع بدنا إياه اللي هو Spaceship Interior Environment Set. هذا المشروع هاد اسمه Spaceship Interior Environment Set، مواد اللي موجودة جوا المحطة الفضائية. بس كل اللي بدي أبدأ منه صندوق، فمش راح أضيف كل هذا المشروع على مشروع اللي هناك. فراح أسمي كمان أفوت على MF وأضيفه Add to Project. الآن بضيف الملفات، بيروحوا على الملف. ممتاز. نجي هون على هاي، نشوف احنا هاي Spaceship Interior. نفوت على الماتيريال، لا عفوا على المشز. في عندي هون مشز بدي اياها. خلينا ناخذ الصندوق هاد، بدنا نحطه انه يخبط لو خبط فيه اللاعب. خلينا نجي من الجهه اللي هناك نشوف في الضوء. ممتاز هذا الصندوق، عاجبني انا. بيرفكت. طيب بدنا ناخذ هذا الصندوق، خلينا ننزلهم اول شيء. هاي الصندوق الاول، ادور اخذ نظره عليه من جنب. ممتاز. هاي 90 درجه. اخذ كمان هاي. ممتاز. ممكن ارفعها لفوق زي هيك 90 درجه وارفعها لفوق هيك. ممتاز. وممكن اعمل حركه، بدي اعلمك شغله. الان انا عندي هاد صح؟ ممتاز. بدي انا يكون مثلا وبركود، مره يلاقي واحد مره يلاقي اثنين فوق بعض. فخليني اخذ نسخه منه، بعدين اطلع اخذ نسخه ثانيه احطها فوق. الان لاحظ انا حطيت تنتين فوق بعض، تنتين فوق بعض. فبضغط اول شيء على هاي، بعدين بضغط على هاي، بضغط شيفت، بحدد الاولى اللي تحت، بعدين بحدد الثانيه اللي فوق. ببدا من اللي تحت اللي بدي القاعده تحت، بعدين باجي على تولز، باجي على ميجريت ميرج اكتورز. ميرج يعني خليهم قطعه واحده. اوكي، الان لاحظ حدد الاثنين اللي هم انا محددهم هون. ممتاز. ميرج اكتور، بقول لي وين بدك تحطه، بقول له حطه في المشز. شو بدي اسميه؟ بدي اسميه مثلا بلوك او تو بلوكس. تو بلوكس. ممتاز. سيف. لاحظ الان سكر هاي، صار عندي هسه. خليني امسح هاد وهاد. الان بس اسحب هاي على طول، شوف جاب لي اثنين فورا. وهون مره واحده هذول اثنين قطعه واحده صاروا قطعه مع بعض. بامكاني انا اوصل معهم مثلا، انا هاي مثلا بدي اعمل ثلاث مجسمات. لاحظ انا بقدر اعمل الاشي اللي بيناسبني بالشكل اللي بيعجبني. لاحظ انا بدي مثلا اعمل هاي هون هيك، واعمل واحده من هون، بعدين امسك الثنتين هذول واسحبهم لفوق زي هيك مثلا. وباجي مثلا بضغط على الاولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، ستة، وبضغط على تول، وبضغط على ميرج اكتورز. الان ميرج، بفوت على ميشز، بقول له هون مثلا هم ست حبات، 6 بلوكس مثلا، بعرف شو اسميها، نسميها اي شيء. سيف، بطفي هاي، بمسح كل الستة هدول، وعلى طول لما اجي انزلهم بنزل الستة مع بعض، فبصير مجسم واحد، صنعت مجسم كامل. ممتاز. هيك تعلمنا كمان كيف نضيف نلحم المجسمات مع بعض. بيرفكت. طب الان انا بدي انقل هاي المجسمات على مشروع اللي هناك. خليني امسكهم كلهم. اول شيء اعمل سيف اول، بعدين بضغط رايت كليك، بدي اشوف ميجريت، هجره 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 هجره، وين لفت؟ است اكشن، ميجريت هون، باجي على است اكشن، بعدين باجي على ميجريت. الان بقول له اوكي، بقول لي شو المشروع، شو اسم المشروع تبعنا. بندور على المشروع تبعنا، اسمه اس اس تي. ممتاز. بفوت على ملف الكونتنت، باجي هون، باجي انا كمان هون بحكي له سيلكت فايل. الان خلينا نشوف المشروع الثاني تبعنا. خلينا نشوف في عنا وين راحوا، وينهم 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 وينهم، شو كان اسمهم؟ بلوك. خلينا نكتب بلوك هون، نضغط على كونتنت. هذول هو وين باي ملف هذا موجود؟ جيم مشز، مشز موجود هون. ممتاز. حط لي اياهم هي هون، مشز زي نقل بالملف كامل بالمشز. ممتاز، صاروا عندي. الان لو ضفتهم على العالم، حنزل دبابه، لاحظ موجوده الدبابه. ممتازه جدا. طبعا راح نتعلم كيف نطور كمان، لان طلع لما ارجع لورا بتطفي الاضاءه. ليش؟ عشان يخلي الوضوح افضل اثناء وقت اللعب. فهو هذا كله راح نظبطه كم في الفيديوهات القادمه ان شاء الله. ممتاز. لاحظ حتى هاي الدبابه لو رجعت لورا كل شيء بطفي. هاي طفت لمبه وظلت لمبه مضويه، يعني
هذا كله راح نصلحه في الفيديوهات القادمة إن شاء الله. ممتاز، خلينا نمسح هاي ونمسح هاي. الآن صار عندنا 1 2 3 4 5 مجسمات نستخدمها. طيب قبل ما نبدأ نستخدمها بدنا نسوي بلو برينت لهدول، كيف نحطهم؟ يعني مش منطق أنا أجي أحطهم في العالم هون ويلا يكونوا موجودين، لأن لو حطيت أنا هاي ما راح أوافق أنا أطلع الآن مش موجودة. فأنا شو بدي أعمل؟ بدي أضيفهم على كل مرة بيبدأ جسر يكون موجودين. طيب كيف نسوي هذا الحكي الكلام؟ خلينا نيجي نفتح ملف الجسر. وين ملف الجسر؟ نيجي على، أنت ممكن إذا مش عارف مكانه بكل بساطة تضغط على الجسر، تيجي هون أي اسمه هون، تيجي تقول براوز تو أسيت، بورجيك إياه بقول لك فوت على ملف كذا، الملف كذا، هذا هو الملف. ممتاز، نفتح الملف. الآن في هذا الملف إحنا كتبنا كود قبل هيك، بدنا نضيف الآن كود بسيط علشان نحط هاي المشز. لكن قبل ما نحط وين بدها تكون موجودة، خلينا نفتح هون، بدنا نحط مكان إلها في هاي المنطقة. طيب شو بدنا نعمل؟ خلينا أول إشي نضيف static mesh، بنعمل add هون، نكتب static mesh. ممتاز، بدي أسميها E1 يعني enemy 1، حلو، أو خلص E1 بكفي. الآن الـ E1 هاي خليني أعطيها شكل مبدئيا، خلينا نعطيها مثلا هاي، خلينا نشوف. ممتاز، طيب نقولها لهون، ننزل نحطها على الجهة اليمين هون. طيب وبدي أحطه بدي أجيب، خليها هون شوي هيك. ممتاز، الآن بدي أخذ منها الدبليكيت، بدي أنسخها. ممتاز، هاي النسخة الثانية بدها تكون هون، بدي أعملها دبليكيت الثانية، هاي النسخة الثالثة بدها تكون هون، بدي أخذ كمان نسخة ونسخها ونحطها هون، وبدي أعمل دبليكيت الخامسة ونحطها هون. رح ننسخ كتير، هاي الأخيرة السادسة. تمام، هيك صار عندي أنا 6 مجسمات موجودين في العالم. الآن لو سويت أنا كومبايل سيف وجيت أنا هون طلع، أوكي خلينا نبدأ اللعبة. لاحظ الآن أنا طول ما أنا بلعب في فوجي هدول المجسمات. طيب في ملاحظة صغيرة، لاحظ أنت في على هدول كوليجن، بس الكوليجن هون سيء. ليش؟ أنا ما بيناسبني إنه يكون بهذا الشكل. طيب أنا خليني أمسكهم كلهم، هدول وهاي وهاي وهاي، هاي الستة. بدي أنزل أنا هون على بلوك، طلع هون مكتوب الكوليجن ما بنفع يكون بلوك أول، خليه يكون كلياته اوفرلاب اول دايناميك. هاي ممتاز، نصبر عليه ثانيه. بيرفكت، الان اضغط كومبايل سيف، خلينا نشوف الان نتفرج. الان يفترض انه يمر من خلالها. ممتاز جدا، صار يمر من جوا كل هاي المجسمات، وكل ما تم انشاء جسر راح تلاقي ينشئ معاها كمان. لاحظ بنشئ لنا معاها كمان هذا الصف من الأعداء. الآن أنا حطيت فقط الجدران، لكن الآن راح أصير أحط دبابات. طيب خلينا الآن نوقف اللعبة هون ونرجع مرة ثانية. طيب أنا الآن ممكن أعمل رايت كليك دبليكيت. طيب هو عمل لي كم واحدة؟ 7 8 9، صراجقة 7 8 9 10 11 12، هاي 6، ونرجعهم لورا. ممتاز، خليهم في النقطة هاي مثلا. اوكي، وبدي اعمل كمان دبلك الثانية، 13 14 15 16 17 18، هاي 6 جداد، بدي ارجعهم لورا كمان. قديش المسافة؟ منطقية لهون. اوكي، وبدي اعمل اخر دبليكيت لهم. طيب هاي 19 20 21 22 23 24، وبدي ارجعهم لورا شوي. ممتاز، الان صار انا عندي مجموعة اعداء كثير في اللعبة تبعتي. طيب الان ممكن بعدين نمسح منهم، ما بعرف، لكن خلينا نشوف الان شو حنسوي في الاعداء هدول. طيب بدنا نرجع نعمل كومبايل سيف، وبدنا نضيف على المشروع تبعنا الان اخيرا
ممتاز. بدنا نضيف الآن أوامر لهاي الأعداء. شو بدنا نعمل في هاي الأعداء؟ بدنا نعملهم سيكونس، بدنا نعملهم فانكشن يضيف هاي الأعداء أثناء اللعبة تبعتنا. طب خلينا نضيف الفانكشن. إيش الفانكشن بدنا نسميه؟ spawn enemy enter. ممتاز. بدنا نضيف أعداء. طيب أول إشي بدي أعمل له سيكونس بدي أحط سيكونس، وبقدر طبعا السيكونس هاد عدة أوامر بقدر أضيفها أنا، كل مرة بسحب أمر وبحطه هون. طيب خلينا الآن نعمل الأمر تبعنا. بدي أعمل أمر إنه إيش يسوي، يختار لي إنه يجي هذا المجسم موجود أو ما يكون موجود. كيف بعمل هذا الأمر؟ يعني بدي أنا أثناء اللعب، خلني أشرح لك بشكل أوضح. بدي أثناء اللعب هذا ممكن يكون موجود وممكن ما يكون موجود، كل مجسم من هدول، هذا أوكي موجود، هذا مش موجود، هذا موجود، هذا مش موجود، يعني بدي أحط احتمالات. طب كيف بعمل هذا الحكي؟ بكل بساطة أول إشي بسحب هاي، بعمل شرط برانش. ممتاز، عملنا الشرط. طيب الشرط هذا كيف بده يشتغل؟ بتيجي بتقول أنت هون، خلي افتح random integer in range، random integer in range. ممتاز. الآن بدي إياه يقول لي لو إجت القيمة واحد صفر، في عندي صفر لواحد، يعني يا تكون القيمة واحد يا صفر، 50%. طيب باجي بقول له إيش؟ equal equal، يعني بدي أحط اثنين يساوي. الآن شو بدي أقول؟ لو بدك أثناء ما اللعب تلعب، أول ما تبدأ اللعب تختار يا صفر يا واحد، صفر وواحد هذه قيمتين، إذا كانت القيمة الموجودة صفر سوي، كانت واحد لا تسوي الأمر. يعني إذا واحد صفر انشئ المجسم، إذا واحد ما تنشئ المجسم. هذا اسمه يعني إنه حطينا فورس تشانس 50-50، 50% إنه تحطه 50% ما تحطه. طيب إيش اللي بنعمله إحنا؟ بدنا نجيب هسه الفيلم الهندي اللي سوينا هذا الأوبستكل سايك كلياتها، بدنا نحطهم واحدة واحدة. طيب الآن خلني نجي هون نجيب رقم واحد. ممتاز. وبدي إيش أقول له؟ set static mesh. طيب الآن عملنا إحنا زي هيك صح؟ خليني الآن قبل ما أجي أقول له set static mesh، بدي أمسك كل هدول اللي عملتهم اللي هون، وبدي هاي وهاي وهاي، كل هدول اللي عملتهم الإيات الانيميز بدي أمسكهم كلياتهم وأشيل عنهم، ضل حدا هايهم كلياتهم مسكتهم، بدي أقول له شل عنهم المش. كبست على السهم اللي هون أنا، اختفوا. ممتاز. الآن نرجع نشوفهم. تمام إحنا من كل صف فيه ستة. تمام الآن نرجع نجي على سبون انمي. الآن حطينا إحنا بدي هاي شو بدنا الشكل يكون، نحط هاي تو بلوكس. طيب الآن لاحظ إذا كان الأمر فولس، يعني القيمة ترو، هذا مهم جدا، ركز معي في النقطة هاي. الآن في البرانش إذا إشي ترو فبيكمل الأمر اللي بعديه، طب إذا كان فولس ما رح يكمل. طب أنا كيف بقدر أكمل الأمر اللي بعديه حتى لو كان فولس؟ عشان هيك إحنا استخدمنا السيكونس. الآن حتى لو هذا الأمر ما تم تنفيذه كامل، بروح بكمل الأمر اللي هو رقم واحد، هذا صفر بعدين واحد. ممتاز. فأنا إيش هعمل؟ هعمل نسخة من هاي كنترول دي دبليكيت، هعمل كمان واحدة هاي دبليكيت تانية، بدي أعمل ستة، هاي واحدة هاي واحدة هاي واحدة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، هدول الصف الأول. طيب هاي رقم أوكي، هاي كم، يلا وصل لي هاي هون، وصل لي هاي هون، وصل لي هاي هون. ترى من كل عمل يعمل نسخ. طيب هاي ستة، هم هدول من صفر لخمسة معناته ست خيانات. ممتاز. هاي الست الصف الأول كله. طيب الآن بدنا E1، هاي بدها تكون E2، خلينا نمسك هاي نحطها على هاي بتصير E2. ممتاز. شايفين كيف حولناها؟ أو من الإمكان إني أسحبها سحب وأحطها، بس أنا بدي أحطها فوقيها زي هيك. ممتاز. هاي E3، هاي E4، هاي E5، Enemy 5، وهاي E6. ممتاز جدا جدا جدا. الآن طلع كلهم 2 بلوكس 2 بلوكس 2 بلوكس، والنسبة 50%. خلينا نسوي كومبايل سيف. لاحظ العالم ما في ولا اي شيء. طيب الان اعمل انا بلاي. طيب
أنا الآن أنا عملت الأمر كله. طب في شغلة واحد نسيناها، إيش هي؟ أوكي عملنا الفانكشن بس ما استدعيناه، يعني كتبنا الفانكشن اللي هو هذا سبون، لكن في الإيفنت جراف ما في إشي هون. أنت ملاقي أي إشي على اسمه سبون إنمي هاي؟ طب هاي أنا بدي إياها تشتغل، كيف بدي إياها تشتغل؟ بجيب إيفنت بيجن بلاي، خلني بجيب إيفنت بيجن بلاي وبحطها. طب أنت رح تيجي تقول لي شغلة، طبعا هذا مهم جدا تفهم النقطة هاي، راح تيجي تقول لي بس تضغط هاي راح يصير موجود بس أول ما تضغط اللعبة، لكن أنا راح أشرح لك شغلة، إنه إيفنت بيجن بلاي بتشتغل حتى لو الجسم ما كان موجود، لو تم إنشاؤه أثناء اللعبة بصير إيفنت بيجن بلاي للمجسم، للجسر نفسه، كل ما يتم إنشاء مجسم راح يشتغل إيفنت بيجن بلاي، مو شرط تكون بس على بداية ما تشتغل اللعبة، فنضغط كومبايل سيف، هاي النقطة مهمة جدا. لما تحط ايفنت بيجن بلاي كل ما يتم انشاء جسر راح يشتغل الامر اللي هو ايفنت بيجن بلاي، مو شرط بس تبدا اللعبه. خلينا نشوف الان، لاحظ صار عندي الان مجموعه مجسمات في العالم تبعي، ولاحظ كل مره بختار هو اي مجسمات بده يحط، وكل ما امشي انا، طب خليني بس اعمل اجيكت واجي على ازيد سرعه اللعب حتى اتفرج بشكل اوضح على هاي المجسمات. خلينا نفوت هون موفمنت ووك سبيد ووك سبيد ووك سبيد ووك سبيد، مش شايفه ووك سبيد، ايوه خلينا نحطها 4000، خلي يكون سريع علشان ينشئنا مجسمات بسرعه. طبعا اوكي لاحظ المجسمات بتيجي من بعيد، ممتاز اجكت سبيد، ولاحظ لما يختفي الجسر تختفي حتى هاي شغل تختفي مع هاي الاعداء، لاحظ كل مره بمشي تختفي مع هاي الاعداء، فهذا اشي ممتاز جدا، وكل مرة بيعطيني اشي مختلف من الاشياء بتطلع بالطريق، ممتاز جدا 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 جدا. هيك احنا حطينا عنا هاي المجسمات، طبعا احنا راح نضيف الان الدبابات وهدول بالفيديو القادم ان شاء الله، راح نكمل الكود تبعنا ونشرح كيف راح يتم تحويل هاي الجدران لدبابات في الفيديوهات القادمة ان شاء الله. هيك بكون خلص هذا الفيديو، يلا بشوفكم في الدرس اللي بعده، في أمان الله، مع السلامة.